السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا اليوم سنتحدث مشاهدينا الكرام عن استمرار ثورة تشرين بزخمها الجديد العائد رغم وجود فيروس كورونا، لأن الوضع في العراق لم يعد يحتمل أي تأخير في عودة المظاهرات بزخمها الحاصل كما نراه الآن، في ظل عدم استماع الأحزاب الحاكمة بعد الاحتلال لمطالب المتظاهرين الثوار والقاضية بإسقاط هذا النظام وإعادة الوطن لأبنائه الذين سلب منهم على يد هذه الزمرة من يسمون بسياسي العراق الجديد الذين جاءوا مع الاحتلال الأمريكي للعراق. الثورة بشكلها الآن نراها مستمرة، ونرى كذلك الاعتداءات الحكومية والميليشياوية على المتظاهرين والمعتصمين بكافة المحافظات الثائرة هي أيضا مستمرة من قبل القوات الحكومية ومن قبل أحزاب وميليشيات السلطة. لدينا شهداء ولدينا جرحى، والآن هجوم جديد بعد أذان المغرب اليوم بعد الإفطار مباشرة أو أثناء الإفطار، هجوم على المعتصمين عند جسر الجمهورية في العاصمة بغداد. طبعا إطلاق النار من قبل القوات الحكومية وميليشيات الحكومة أيضا للرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين بالقرب من جسر الجمهورية وسط بغداد. لدينا هذه المقاطع التي وردت فلنشاهدها معا. طبعا هذه المقاطع كانت في الصباح أيضا من الاعتداءات الحكومية والميليشياوية على المتظاهرين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والعيارات النارية، لكن الآن في هذه الأوقات هناك هجوم أيضا ينفذ على المعتصمين عند جسر الجمهورية في العاصمة بغداد. معنا السيد أبو كرار من البصرة، تفضل يا أبو كرار. نعم تفضل يا أبو كرار، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، أهلا وسهلا، تفضل. يوم ليلة أمس عندما خرجنا في تظاهرة احتجاجا واستنكارا على ما تقوم به من مماطلة وتسويف من قبل هذه الحكومة، وبذلك قمنا بشروع بيان ندين ونستنكر الأعمال الإجرامية. نعم. ونطالب بإقالة محافظ البصرة ونائبيه. وعند رجوعنا من المحافظة إلى ساحة الاعتصام البحرية فوجئنا أحد الأحزاب وهو حزب تابع إلى السيد يوسف. نعم. بما يسمى حزب الله، قاموا بالاعتداء والضرب المباشر نحو المتظاهرين والمنتفضين. نعم. مما وقع شهيدين وخمسة جرحى. وبعد ذلك توجهنا إلى ساحة الاعتصام مستنكرين هذا العمل التي قامت به بعض الميليشيات من حزب ثار الله والمتمثله بالسيد يوسف. نعم استاذ. يعني العفو عندي فد ملاحظه. اي تفضل. كما نستنكر ونستنكر العمل الاجرامي التي قامت به هذا اليوم من قبل القوات القمعيه على جسر الجمهوريه في ساحه التحرير الضرب المباشر على معتصمي ساحه التحرير. نعم. وهم على مكتبه الفطار. هذا. نعم. عمل اجرامي. و سيد ابو كرار، مصطفى الكاظمي المختار لمنصب رئيس الوزراء من قبل احزاب السلطه واللي شكل فعلا حكومته الجديده، شنو اللي ممكن يغيره خاصة أن هو وعد بعدم الاعتداء أو استخدام العنف ضد المتظاهرين، وبعد هاي الكلمات اللي ألقاها بساعات أو سويعات نرى الاعتداء على المتظاهرين؟ يعني
هل ممكن فعلا أن هذه الأحزاب تأتي بشخص قادر على إيقاف القمع وإيقاف نزيف الدم وإيقاف الميليشيات والبطش اللي تستخدمه ضد العراقيين المتظاهرين؟ نعم، هذه كبداية أي رئيس وزراء يكلف من قبل هذه الحكومة عندما يأتي في أول يوم أو ثاني يوم يعطي هذه القرارات ولكن لم تطبق على أرض الواقع. بالنسبة لمصطفى الكاظمي نعلم به جيدا، هذا هو أحد أطراف السلطة. نعم. منذ تأسيس الحكم منذ 2003 ولحد الآن هو في السلطة وأحد أفراد هذه السلطة، لذلك لكسب ود الشارع، ونحن نعلم ما أتى به هم اتفاق بين الدولتين الإيرانية والأمريكية. نعم. لمصالح شخصية تخص البلدين، تخص أمريكا وتخص إيران. بالنسبة للأحزاب لا يستطيع العمل بدون استشارة الأحزاب اليوم المتولية على رأس السلطة. نعم. لا يستطيع إدارة البلد اليوم لأنه محتاط حقيقة بين الأحزاب المتصنفة. اليوم ماكو حكم يعني رئيس وزراء. نعم. اليوم تحكمنا الميليشيات والأحزاب في البصرة وفي جميع المحافظات. وضحت يا أبو كرار الفكرة، أنا أشكرك، كنت معنا من البصرة. معنا السيد علاء من النجف، تفضلي علاء. حياكم الله، السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل. رب يحفظكم. طبعا بداية نشكر قناة الرافدين على هذا المنبر الإعلام الصادق الذي دائما ما ينقل معاناة المجتمع العراقي بطريقة صادقة. واجبنا ودورنا هذا يا علاء، واجبنا. نعم. نشكركم جدا طبعا على هذا العمل الإعلامي الناجح. نعم. بالمقابل نستغل الفرصة أيضا اليوم لتعزية عوائل وذوي الشهداء اللي سقطوا في تظاهرات العراق بصورة عامة وتظاهرات الأيام الأخيرة الأمس واليوم. نعم. الرحمة والشهداء لثوار تشرين والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله قريبا. نعم. نتمنى أنه بالمستقبل القريب يكون على قدر المسؤولية. نعم. كجزء من المتظاهرين وكجزء من المجتمع العراقي، ونستطيع أو نشهد على أن نكون شاهدين أو من المبادرين أو القادرين على الأخذ بثأرهم وانتزاع حقوقهم. سيد علاء، أعطيتوا مهلة 25 يوم لأحزاب السلطة. نعم. في محافظة النجف لتنفيذ، طبعا ليس في النجف فقط، انتم كمتظاهرين بالنجف اعطيتوا المهله 25 يوم لتنفيذ المطالب المتعلقه بالثوره، محاسبه قتله المتظاهرين من ضمنها وتعويض ضحايا التظاهرات وتحديد موعد مبكر للانتخابات باشراف الامم المتحده وحصر السلاح بيد الدوله. تتوقع انه هاي الاحزاب اللي ما لبت نداء الشارع واللي راح ضحيته اكثر من 1000 شهيد واكثر من 30 الف جريح طوال 8 اشهر الآن ممكن تسمع كلام الناس وتسمع كلام متظاهرين النجف بهاي المهلة اللي اعطيتوهم إياها؟ نعم. طبعا مهلة متظاهرين النجف هي تمثل جميع الساحات التظاهرات في التنسيق والتعاون مع بقية ساحات الاحتجاج. نعم. نعم، اليوم صدرت باسم متظاهرين النجف وهم يتحملون مسؤولية هذا البيان، لكنها ستعمم بالمستقبل القريب على باقي ساحات الاحتجاج، والبيان كان واضح وصريح. نعم. ويمثل إرادة ويمثل رأي جميع المتظاهرين في ساحات الاحتجاج في عموم العراق. نعم. نعم أستاذ، اليوم الجميع يستبعد ما إنه هناك إمكانية لتغيير ولو جزء بسيط من السياسات الخاطئة الموجودة في الدولة. ليش يا علاء؟ ليش؟ احنا ما عندنا دولة حكومة. لا عزيزي، احنا محكومين من قبل مجموعة أحزاب تبحث عن مصالحها فقط، لا تفكر بمصالح بلد أو مصالح شعب. اللي يفكر بمصالح شخصية أو مصالح فئوية أو حزبية ما من الممكن أن يطمح لبناء بلد أو يطمح إلى بناء دولة حقيقية تحصر سلاح بيد الدولة وتؤسس لنظام وتؤسس لبلد
يكون في مقدمة البلدان ويعيش حالة من حال باقي بلدان العالم، يحكمه القانون، يحكمه العدل، يحكمه العلماء من سيد علاء. يعني إذا سمحت لي وعذرا على هذا الكلام، لكن هو واقع حال نشوفه يومية على مواقع التواصل الاجتماعي بآراء سلبية للغاية للأسف. بعض العراقيين اللي الظاهر من شوى ومن 17 سنة من وجود ميليشيات وبطش وقمع وفساد ودولة متدمرة، يقول لك ليش ما تعطون فرصة لمصطفى الكاظمي لعل وعسى أنه ممكن يغير شيء؟ هل ممكن لشخص جاءت به الأحزاب اللي هي سبب دمار العراق أنه ممكن يغير شيء بهذا البلد؟ وشنو الآلية أو شنو الأدوات اللي يمتلكها في سبيل التغيير أمام قوة ميليشيات وأمام نفوذ إيراني واسع جدا في العراق؟ شوف استاذ، احنا اليوم كمتظاهرين يقولون خلي نستخدم المثل الشعبي، نقول القينا الحجة. كمتظاهرين القينا المهلة 25 يوم. نعم. 25 يوم نريد، ما نريد نقول حقق كافة المطالب 100%، لكن نريد تغييرات ملموسة على أرض الواقع. نريد محاسبة لقتلة المتظاهرين، نريد إيقاف مسلسل الاغتيالات والخطف والتعذيب والتهجير اللي جاي يصير على المتظاهرين وعلى عموم الشعب العراقي بصورة عامة. نعم. نريد نشوف ولو جزء بسيط، ولو 10% من حيتان الفساد قد جردوا من مناصبهم، قد استعيدت أموال الشعب منهم، قد أودعوا السجون لينالوا جزاءهم العادل. نعم. هاي ترى مطالب بسيطة من مطالب ثورة تشرين، نريد نشوف ولو جزء منها. نعم. لكن بنفس الوقت كما تفضلت وكما نعلم نحن وكما يعلم جميع العراقيين ان ذلك لن يحدث ولو بنسبه بسيطه. لان كما مثل ما قلت لك قبل قليل. نعم. احنا محكومين من قبل احزاب. نعم. ليكن مصطفى الكاظمي او غيره، يجوز الرجل يكون عنده حسن نيه ويريد يشتغل بشكل صحيح. نعم. لكن الادوات مفقوده استاذ، ادوات مفقودة البلد. نعم. في أيادي ميليشيات وأيادي أحزاب سيطرة قابضة على السلطة، قابضة على الإعلام، قابضة على السلاح، فما من الممكن أن تسمح لأي شخص يؤسس لنظام بلد لنظام عمل حقيقي ينقض من خلال البلد ويؤسس إلى قانون. طيب. يحكم الجميع. أنا أشكرك يا علاء، كنت معنا من النجف، شكرا جزيلا. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم فضلك استاذ محمد، كيف حالك؟ وعليكم السلام، اهلا وسهلا، حياك الله ابو فيصل. الله يحييك، الله يحييك، كيف حالك؟ الله يسلمك. تحيه لك وتحيه تقديه لك وللقناه وكادر القناه والشعب العراقي السائر، تحيه للثوره بالعراق، تحيه تقدير واعتزاز بهذا الشعب العريق الاصيل الذي ابدا لن يتنازل عن حق ولا ياخذ حقه كامل هذا الشعب. نعم. بالنسبة لهذه الحكومة، إذا هي تبغى تحكم صحيح لا تقف في وجه الثورة، وإنما تساند الثورة لتعتقل المجرمين. بالنسبة لمصطفى الكاظمي هذا الرجل، هو يعرف منهم السراق ومنهم من دمروا البلد، يعني ما يحتاج له هي قضية، ما يحتاج له حل وتشكيل لجان. نعم. هو يعرف منهم السراق وكل أموال العراق المختلفة، ومنهم التي الفوضى، ومن هي الميليشيات وعليه باعتقال كل السابقين الرؤساء الوزراء، بعضهم 900 مليار بعضهم 40 مليار، يعني يعرف وهذه فرصته. اما لا يقف للشعب، اذا وقف للشعب الثوره لن ترحم احد وسوف يسقط كل الانظمه والعملاء. وتحيه. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه. طيب، نود ان نشاهد مع حضراتكم الان مشاهدينا الكرام، من مواقع التواصل الاجتماعي طبعا نشر مشاركون متفاعلون ناشطون مقاطع مصورة. أحد هذه المقاطع، وإحدى هذه المقاطع هي لعملية تجهيز دروع من قبل المتظاهرين قرب جسر الجمهورية، دروع تحميهم من الرصاص الحي ومن القنابل المسيلة للدموع، طبعا بشيء بسيط. دعونا نشاهد كيف يتم تجهيزها. يجهزون الدروع صباح الخير ابطال. ديما صباح النور. صباح النور. صباح النور. طيب، نود الان ان نشاهد ايضا مقطع اخر للمتظاهرين في ساحه التحرير وساحات اخرى في العاصمه بغداد، وهم يؤكدون انهم ماضون بخطوات تصعيديه
لإقالة رئيسي الجمهورية ورئيسي الجمهورية والبرلمان وإسقاط نظام المحاصصة الطائفية، ويؤكدون هنا أنهم لم يخرجوا ضد رئيس الوزراء فقط، يعني هو بالنسبة لهم شخص رئيس الوزراء لا يعنيهم بشيء. خرج العراقيون لإسقاط نظام كامل، يعني بغض النظر من الذي أتى، وإن كان على قولة السيد علاء من النجف ربما الرجل مصطفى الكاظمي يريد يعمل بحسن نية، لكن يعمل في ظل وجود هذه الأحزاب وهذه الميليشيات. فبغض النظر من هو الشخص، العراقيون خرجوا لإسقاط نظام كامل، نظام محاصصة طائفية وضعته الولايات المتحدة وإيران غذته ورعته. وبالتالي المشكلة ليست مشكلة شخص رئيس الوزراء، المشكلة مشكلة نظام كامل. فنستمع إلى حديث المتظاهرين. مضت تقريبا 24 ساعة على قرارة الحكومة، ولحد الآن لم يطلق سراح أي متظاهر لحد الآن، بل بالعكس كانت هناك خطوات تصعيدية من قبل الجهات الحكومية. بالمقابل راح يكون هناك خطوات تصعيدية لدى المتظاهرين في الأيام القادمة، ممكن المطالبة بإقالة رئيس الجمهورية وإقالة رئيس البرلمان. نحن خرجنا لإسقاط النظام وليس لتغيير رئيس وزراء. يا سيد مصطفى الكاظمي، وين الحماية مالتك لما تقول أنا راح أحط حماية للمتظاهرين؟ وين الحماية؟ هاي يضربونا بالدخانيات، وهاي الشباب الصابر، وهسه واحد يضرب بعينه انقفلت عينه، وشنو وين الحماية مالتك؟ وين الوعد مالك؟ هذا بعد ما شطح نطح، أول ما ضربنا إحنا المتظاهرين من 7/1/10/5 بأن تكون متظاهرة مظاهرات سلمية موجودة بساعة التحرير. اليوم القمع اللي صار الظاهر الباحة رئيس الوزراء أطلع حزمة من الإصلاحات، وعلى ضوء الحزمة الإصلاحات موجودين اللي قتلوا المتظاهرين من 1/10 لحد الآن، اليوم يقتلون بالمتظاهرين. الظاهر عقلية حزب الدعوة والأحزاب اللي موجودة خلف الصبات وخلف المنطقة الخضراء ما تغيرت أبد أبد، ما تغيرت. إجا المالكي وراح العبادي وجا عبد المهدي، هذا المجرم عبد المهدي اللي قتل أولادنا. لحد الآن حكومة عبد المهدي دا تمارس عملها، رئيس الوزراء الكاظمي بس بالاسم، وأكبر دليل بس بالاسم إن بعدها الأحزاب بسلطة، بعدها الأحزاب جاي تقتل بينا. معنا الآن مشاهدينا الكرام السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. الله يرضى يا محمد، الله يحفظ قناتك إن شاء الله، قناة المقرة، ورحمة الله على كل شهداء العراق على رأسهم دكتور الشيخ حافظ الداري. محمد يعني هاي الكاظمي البارحة طلع على المتقاعدين، يعني سوى لهم الشيء. هذول كل كذابين، هذول كلهم ايرانيين، هذول حزب الدعوه وغيره وغيره تابعين كلهم ايران. صدق بالله العظيم ما سوال المالك يذبح العراقيين على الوليد وليد. اذا هذا الكاظمي ما سوى عنده ما عنده، انا كل شيء ما بتم بحياتي. ماكو انسان سياسي حرامي اجى للعراق يعب العراقيين من كل المرجعيات الدينية مثل مقتدى وعمار وغيره حاب العراق سرب. هذولا جايين حرامية العراق، ذبحوا العراق من 2003 لحد هذا اليوم، وين ما جايين خلص من قد ما كم يوم ما جاء قد أحصاء اليتامى والفقراء. هذول هسه جايين مثل كاظمي في الشريف، والله هذول مهجرين يرجعوهم، هذول يتامى يعطوهم، هذول وين مع تكريم مال رزازه وغير رزازه مال دور مال تكريم مال موصي، وين ناس كذابه. ابن محمد بالقران الكريم هذول كل شيء بيسوون العراق اللي حكموا العراق رجعونا 100 سنة اللي ورا ابن محمد. نعم. هذول الناس كذابة أدب سجيح حقراء فاقوا العراق من 2003 وخلوا العراقيين يجدون. نعم. وخلوا عقبال العراقيين يخزنوا. نعم يا أبو زكريا وضحت الفكرة، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. من الأسئلة والتي تفضل السيد أبو فيصل من السعودية بطرحها، وهي كانت على لسان اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، هو موضوع اللجنة، لجنة تقصي الحقائق التي شكلها
مصطفى الكاظمي لمعرفة المتسبب وراء إزهاق الكثير من أرواح المتظاهرين المعتصمين وإصابة هذا العدد الكبير. بالفعل هو السؤال، هو كان رئيس جهاز المخابرات وأيضا جزء من هذه العملية السياسية، هل يعقل أنه لا يزال هناك في العراق من لا يعرف من الطرف، من الشخص أو من الطرف الذي قام باستهداف المتظاهرين بهذه الطريقة؟ الشخصيات السياسية إبان حكم عبد المهدي في بداية التظاهرات وأثناء القمع قالوا بأن الأوامر كانت تخرج من مكتب عادل عبد المهدي، إياد علاوي ذكرها قال أنه أوامر اغتيال المتظاهرين تخرج من مكتب عبد المهدي. هذه الاعترافات وهذه الاتهامات والإدانات هي لا تطلق عبثا من هؤلاء، هم يعلمون، ولكن الصمت الذي يكون بينهم هو بسبب المصالح والابتزاز والتوافقات وغيرها. الجميع يعلم أن الأطراف التي وقفت خلف استهداف المتظاهرين واضحة وهي جاهرت بها. مقتدى الصدر جاهر بعملية الاعتداءات التي وانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا سرايا السلام القبعات الزرق التابعة له، وقالها على الهواء مباشرة، جرت إذن سوينا لهم، وهدد بإعادة فرق الموت والاغتيالات والاختطاف التي كانت تمارس من فترة 2005 بإبان طبعا الطائفية وغيرها. كل هذه أدلة إدانة واتهام، ومع هذا نرى شخصا يتحدث عن تشكيل لجنة. وكم من لجنة شكلت في العراق ولم تخرج بنتيجة واحدة لإنصاف المظلوم داخل العراق في ظل هذه المشاكل الكثيرة. طبعا تحدثنا قبل قليل عن مهلة 25 يوم للمتظاهرين في النجف، دعونا نشاهد هذا المقطع. أولا القصاص العادل لكل من أعطى أمرا لغرض قتل المتظاهرين واعتبارهم شهداء مثل شهداء القوات الأمنية والحشد الشعبي وكذلك الساحة والمعاقين. لبيك يا حور، لبيك يا حور. إنجاز قانون الانتخابات في البرلمان وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، تحديد موعد مبكر لانتخابات حرة ونزيهة، حصر السلاح بيد الدولة بشكل قطعي وتام، ومحاسبة كل من يحمل السلاح واعتباره خارجا عن القانون. مشاهدينا الكرام، معنا الآن السيد حسن من بغداد، تفضل يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا حسن. عزيزي طبعا احنا دا نتكلم على ان المتظاهرين ومن يعني طمع التظاهرات ومن قتل المتظاهرين هم بالحقيقة هم الطبقة السياسية المستفيدة، وبالتأكيد يعني عصاباتهم، لاننا من يوم 11 لغايه هذا اليوم هناك يعني جرائم واضحه جدا ولا يوجد هناك اي حساب. مع الاسف حتى الموقف الدولي طبعا مخزي. اليوم يعني اليوم الشهداء، يعني يوم امس سقط شهيد ازهر الشمري من محافظه الناصريه بدم بارد، الاغتيالات والاعتقالات وكل الأمور يعني في وضوح النهار، ولا يوجد هناك أي محاسبة أو أي قانون. حتى رئيس الوزراء المتهم في قتل المتظاهرين يخرج ويتكرم ويحيلون إلى التقاعد وكأنه هو بطل قومي. فهذه كلها مسلمة بالتأكيد ضد الإنسانية، وما يجري بالعراق هي إبادة إنسانية حقيقية. اليوم العراقيين والشباب، من يقول نريد وطن يقتل، من يقول كفى الفساد وكفى جرائمكم والسرقة والفساد يختطف ويقتل. اليوم كل حتى القضاة لا يوجد هناك قانون ولا يوجد هناك اي محاسبه لهذه الاعمال المجرمه. اليوم الدوله، اليوم الحكومه هي كلها متهمه بالاجهزه الحكوميه والاجهزه الامنيه.
طيب حسن، طبعا بهذا الوقت اللي حضرتك تتكلم به هناك سياسيون او ما يسمون بالسياسيين داخل المنطقة الخضراء، مجموعة الأحزاب الموجودة الحاكمة، الآن دا تربط موضوع خروج المظاهرات بأنه أنتم صرتوا مدفوعين من بعض الأحزاب اللي تكره مصطفى الكاظمي وتريد السقطة، واللي دا يطلعون هسه بالشوارع بالمحافظات هم ذولا أدوات الأحزاب. يعني صار الموضوع الآن أنه دا يفتر الموضوع بصراحة إعلامياً وتصريحات بعض السياسيين للترويج على أنه أنتم كمتظاهرين أو معتصمين صرتوا أدوات للأحزاب حتى تسقطون الكاظمي. بهذه الطريقة يتم الترويج الآن داخل أحزاب المنطقة الخضراء. بالتأكيد يعني الماكينات أو الجيوش الإلكترونية والماكينات الإعلامية هي طبعا بالثورة اليوم، هي الثورة هي يعني مو غريبة اليوم احنا نواجه هذا الكلام، هي ثورة نقية، ثورة عراقية، نحن لا لدينا أي يعني دخل بهذه الأحزاب وصراعاتهم الرخيصة على المغالم والمحاصصة. المتظاهرين لهم مطالب، المتظاهرين لهم حقوق والحقوق واضحة. نحن نرفض أي تظاهرات مسيسة. اليوم ساحات التظاهرات هي ساحات حرة، ساحات يعني عراقية خالصة، ومطالبنا هي واضحة، هو تغيير النظام، تغيير هذه الوجوه الكالحة وهذه الأحزاب، وحتى تغيير الدستور، لأننا لا نرى هناك أي تغيير في المستقبل القريب ولا المستقبل البعيد ما دام هناك عقلية الحاكمة هي عقلية يعني لها خيوط خارجية ولها قيادة يعني المصالح أهم من هموم الوطن. ثورة تشرين هي ثورة نقية وسوف تكون نقية، واليوم هو الخيط الأسود والخيط الأبيض هو واضح جدا في عيون الأحرار. نحن يعني نحن مستمرون وليس لدينا أي نية للتوقف، ومن يحاول أن يركب الموجة أو أن يسير التظاهرات فهو خاطئ بالتأكيد. شكرا جزيلا يا حسن، كنت معنا من بغداد، معنا السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. السلام عليكم. أهلا يا أستاذ محمد. أولا لا يجوز إطلاق النار على المتظاهرين واستهدافهم، وكذلك عدم إيذاء المعتصمين والمحتجين والمحتجين والمعتصمين وتحسين التعامل معهم ككل. كذلك أيضا لا يجب إيذاء وتعذيب المعتقلين والمقيدون. كذلك أيضا يا أستاذي يجب إيقاف القمع عن طريق البرلمان وكذلك المرجعية. وكذلك أيضا يا أستاذي يعني نحن نتساءل بصدق وإنسانية للصالح العام لما ننتقد، ونتساءل برقي وعفوية وديمقراطية، وحرية الرأي مكفولة في تساتير العالم. وتحياتي لكل البرنامج وللقناة. شكرا. شكرا جزيلا لك. طيب نذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أما الاتصال على الأستاذ علي قوة، وتم الموافقة بغلق محافظة بابل بالكامل. إخوان المطالب المركزية بالدم نفدي الكهرب، وراح بالدم نفدي الكهرب، وراح بالدم نفدي الكهرب. أما بمسألة يا ولد، أما بمسألة مطالبنا الثلاثة المركزية إن شاء الله سائر المفهوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا الآن السيدة صبيحة من الكوت، تفضلي يا صبيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أتحدثكم من الكوت، وأريد من هذا المنبر العراق الشريف أحيي كل ثوار العراق، حياك أحيي كل الثوار الصغار والكبار،
كل الطبقات اللي شاركت في الثورة. نعم. الثورة والحمد لله بدأت تعطي نتائجها اللي طلعنا من أجلها. نعم. وبإذن الله وبالدماء الزكية اللي وقعت إن شاء الله راح يتحقق النصر، نقضي على الأحزاب الفازة اللي لعبت في العراق واللي نهبت العراق وسرقت العراق. نعم. سيدة صبيحة، هل من مطالب الثوار، من مطالب المتظاهرين في ثورة تشرين أن يأتي شخص لحكومة مؤقتة خرج من هاي الأحزاب أو مو خرج من الأحزاب، جابت الأحزاب، رشحت الأحزاب، اختارت الشخصيات اللي حكمت العراق ودمرتها على مدى 17 سنة، هذا كان مطلبكم أو هذا كان هدفكم؟ هدفنا أصلا من البداية هو إسقاط النظام بالكامل. هدفنا انه هاي الاحزاب تطلع من العراق، انه نقضي على الفاسدين اللي موجودين بكل مفاصل الدوله. طالبنا بصوره سلميه وبصوره صحيحه، قعدنا بالخيام وما زلنا موجودين ومستمرين بمظاهراتنا السلميه. والعالم كله اجمع عرف احنا شنو نريد وشنو اللي نطلبه، وان شاء الله باذن الله انه قلت لك الحكومه الجديدة اللي يقودها هسه إن شاء الله مصطفى الفاضلي نتأمل به خير بإذن الله، ولو أنه أكثر الثوار والمتظاهرين يأكدون أنه هو هذا هم جاء بال. طيب إحنا خلينا نتكلم بفرضية إنه إحنا نتأمل به خير، مثلا شنو هي الأدوات اللي يمتلكها مصطفى الكاظمي يا سيدة الصبيحة، شنو هي الأدوات اللي عنده حتى يعيد البلد إلى الطريق الصحيح؟ يعني هو ما قدر يشكل حكومة إلا بطلعان الروح وبتوافقات الأحزاب، والحد الآن وزارة النفط ووزارة العدل وبعض الوزارات بيها بالوكالة العمل وبيها الآن ما يعرفون من الوزير، ما دي يعرف يختار بسبب الضغوطات. طيب الشخص اللي إجى عن طريق تكليف من رئيس جمهورية ومجموعة من الأحزاب وبرلمانيين هم أصلا أساس الدمار والخراب اللي صاير بالبلد، الواحد ممكن شلون يتأمل خير؟ يعني احنا اول ما اجى صارت اغتيالات للناشطين والمتظاهرين بالبصرة، والان في بغداد وكو شهداء وكو جرحى، شلون ممكن يصير التغيير؟ خل اقول لك انا اؤمن بقاعدة ثابتة انه ما دام اكو صوت حق لازم اكو يعني من يلبي طلباتنا. ما دام احنا مستمرين والاصرار جاي يزيد لازم اكو من يلبي طلباتنا غصبا ما على الاحزاب وعلى كل فاسد موجود بالدولة. نعم. حقيقة. نعم. والأستاذ مصطفى الكاظمي يعني مثل ما يقول هذا الشخص الأخير اللي إحنا إن شاء الله نتأمل به خير، وإلا إحنا مستمرين يريد يحقق مطالب الشعب، اللي يعني ده تابع أخبار وجاي يعني أؤكد على بعض الأنباء عن 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 تصرفاته من السلم لحد الآن، إنه تصرفاته كلها زينة وجاي تلبي مطالب الناس يعني. طيب طلعوا المتظاهرين المعتقلين يا صبيحة؟ طلعوا المتظاهرين من المعتقل البارحة بأحداث البصرة يعني احنا اليوم احنا بدنا نحكي انه المتظاهرين ببغداد، وهسه مقطع عرضناه قبل شوية، يقولون انه بعد لغاية هاي اللحظة ما طلع اي متظاهر معتقل من اللي تم اعتقالهم على يد القوات الحكومية والميليشيات. طيب هذا احنا اذا الموضوع نربطه بس على قضيه التقاعد، كان التقاعد حيصرف بوجود مصطفى الكاظمي او بعدم وجوده، هذا الموضوع منتهين منه، لكن انه احنا نربط نجاح بقضيه التقاعد بس ما عليه، هو ما عليه بالنسبه للاستاذ مصطفى الكاظمي، هو ما بيده رجال عاصمه التحرير، احنا نطيب وهله نشوفه اذا لبى طلبات المتظاهرين وطلبات الساحه وطالب بقتلة المتظاهرين. طيب. أنت الناس حقوقها، فلا بأس به، لا بأس به. أنا راح أقول لك شيء أخير يا صبيحة، وأنت يبدو سيدة يعني فاضلة طبعاً ومتظاهرة من كلامك أو على الأقل مشاركة، ما أعرف يعني حقيقة طبيعة وضعك. عادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي اللي هو السبب الأساس بعدد الشهداء والجرحى اللي شهدناه بثورة تشرين على مدى 8 أشهر، مو صحيح؟ نعم نعرفها. طلع على التقاعد عادل عبد المهدي وكل وزرائه اللي حكموا وياه بالفترة الدموية اللي صارت بها ثورة تشرين، طلع على التقاعد بعد استلام مصطفى الكاظمي.
انت شوفي يا سيده الصبيحه، احنا طبعا لن صادر حريه راي ولا قرار، احنا مو الدوله، ما لنا علاقه، احنا دنقول وجهه نظر. اللي ما نشوفه ب 17 سنه يا سيده الصبيحه، اللي ما نشوفه ب 17 سنه وبعده يتامل من ذوله، هذا حقيقه ما اعرف يعني احنا ممكن شو نقول له، بس عموما هو وجهه نظر وراي، انت حره. خليني اقول لك شغله، هو يعني انا حتى لا اطلعهم على التقاعد، يعني شنو ما يتحاسبون؟ من حق اي انسان هسه عادي، من حق الشعب ان يرفع عليهم دعاوي وين ما يكونون وياخذون حقهم الناس. طيب. مصطفى الكاظمي ما يقدر يمثل دور القاضي ويلقي قبض اذا ما اكو مذكرات، تعرف انت قانون دولي ونظام دولي. طيب. حتى انت هسه بالامور العاديه. ما تقدر الشرطه تروح تلقي القبض على واحد والله شنو هذا؟ واحنا هذا الكلام لو بدنا نحكي عليه، لو الكلام هذا بدنا نحكي عليه بالسويد، لو بالسويد او المانيا ونقول القانون العادل هو اللي حينصف نحكي، لكن احنا بدنا نحكي بالعراق. لا احنا بدنا نحكي بالعراق اللي مصنف القضاء به انه واحد من افسد الانظمه القضائيه في العالم، وهذا التصنيف من الامم المتحده، يعني احنا لن نتامل خير من القضاء والقانون. شكرا جزيلا يا سيده الصبيحه من الكوت. سلام من بغداد، تفضل يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليك وعلى كل متابعي قناتكم الكريمه. حياك الله. صراحه اذا الموضوع نتحدث فيه عن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، احكي لي على قمع المظاهرات يا سلام، قمع المظاهرات. اي جزء من عدد المظاهرات. نعم. انه هو اول ما وعد انه حصر السلاح بيد الدوله وحمايه المتظاهرين، احنا كل هذا ما نريده بس كلام، نريده على ارض الواقع، شلون تحصر الدوله السلاح باسم الدوله؟ لكن يجب ان تستعيد الدوله اولا. نعم. هذه يجب ان نستعيد اسم الدوله ويعني حجمها الحقيقي، هذه الدوله الحقيقيه الان اللي هي مشتته ما بين عصابات ومافيات، وهذه التظاهرات كلها المطالعه لانه ما ليست اكو دوله واكو وطن حقيقي، هذول المتظاهرين ما راح يرجعون اذا ما يحسون لانه هم عايشين في وطن حقيقي وفي دوله حقيقيه فيها قوانين وفيها من يحميهم، فيها من يلبي طلباتهم، من يوصل صوتهم حتى لو يوعدهم لكن هناك من يوصل صوتهم ويثق، هم يثقون بوعوده ويثقون بالخطوات اللي يؤديها، لكنه هذول المتظاهرين هذول الناس يعني ما لم يعد يثقوا بكل الطبقه السياسيه الموجوده الان، لم يعد يثقوا بوعودهم، ولذلك من الصعب على اي واحد يجي الان ما طول هو ضمن هذه المنظومه السلطه ان يكسب ثقه هذول المتظاهرين اللي قاعدين صار لهم 6 شهور. بس للاسف يا سلام اكو كلام مختلف، اكو ناس تقول لك لا خلينا نعطيه فرصه يجوز يحقق شيء. هو هذا امام امتحان، لكن نعطيه فرصه يوم يومين ثلاثه، مو نعطيه فرصه 100 يوم والست اشهر والثلاث اشهر اللي راح يموت بها يعني التظاهرات، احنا ما نريد هذا الشيء، هيك مواعيد طويله الامد سمعناها هوايه من ايام العبادي وايام المالكي وايام عبد المهدي، دائما سمعنا هذا، لازم نعطيه مهله 6 شهور وثلاثه اشهر و100 يوم، يعني سمعناها هوايه وهي صراحه اخوانا مشروخه. نعم. اذا يريد يسوي شيء يعني القرارات واضحه، يعني هو مدير مخابرات معقوله ما يعرف منه القتل المتظاهرين؟ معقوله ما يعرف منه رؤوس الفساد؟ صحيح. عليه ان يتخذ الان يعني يوم يومين ثلاثه ممكن يصير اسبوع، لكنه مو ما نعطيه مهله شهر وشهرين ونرجع لبيوتنا ننتظر. نعم. لا الان التصعيد موجود وهو يعني قانونيا هو من حق المواطنين الاعتصام والتمسك بهذه الساحه وبهذه المطالب، لكن بنفس الوقت عليهم هم ان يعوا بان هاي الثوره مو بسهوله تنتهي ومو بسهوله هذول المتظاهرين يرجعون بكلمه وعد او يعطيها وتعالوا تشوفوني بعد 6 شهور او بعد 3 شهور. صحيح. سيد سلام انا اشكرك، كلامك جدا حقيقه مهم انه نسمعه، لانه نربطها بموضوع ال 100 يوم ومن أشهر من مقتدى الصدر بإعطاء المهل 100 يوم لرؤساء الوزراء أو رؤساء الحكومات اللي تعاقبوا على حكم العراق، بداها ويا المالكي والآن وصل إلى مصطفى الكاظمي وهو أيضا أمهل 100 يوم لسبيل تحقيق الإنجاز المنشود الإصلاح. دعونا نشوف نشاهد ونشوف، خلونا شنو رأي الشارع العراقي مقتدى الصدر زعيم ميليشيا سراي السلام وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر، فلنشاهد. Say it, 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 say it
طبعا يعني رأي الشارع العراقي وحقيقة ثورة تشرين هي كشفت الكثير من الوجوه المخبأة خلف أقنعة الزيف، الادعاء بأنه بعض الشخصيات هي راعية الإصلاح وهي راعية الديمقراطية والسلام وهي التي تحث الناس على أو التي تضغط على الحكومات المتعاقبة من أجل تحقيق الإصلاح الذي ينشده كل العراقيين أو كل العراقيين. نعم يعني هذه شخصية من الشخصيات اللي طبعا هادي العامري معروف وحقيقة من زمان من الاحتلال هو معروف من هو، لكن مقتدى الصدر يعني اللي استطاع أنه يهم حقيقة مجموعة من البشر. من الطبيعي هسه نشوف أنه هو للأمانة عنده جيش إلكتروني قوي يهاجم ويسب ويفشر، وهذا الموضوع يعني طبيعي جدا، وشفناهم على أرض الواقع شلون يلقون القبض على المتظاهرين أو كل من ينتقد مقتدى الصدر، الاعتداء عليه بالضرب وحلاقة الشعر، وبعض العوائل تتبرى من أولادها لأنه تخاف من السيد القائد أنه ممكن يزعل. يعني هذه التصرفات. فإذا رأي الشارع العراقي واضح بهذه الشخصيات في ثورة تشرين، وهم يعلمون من هي الشخصيات التي وقفت معهم ومن هي التي وقفت ضدهم. أيضا لدينا مقطع من مدينة الناصرية، وحقيقة أهل الناصرية يعني دور رائع جدا في ثورة تشرين، دعونا نشاهد مظاهراتهم في المدينة. طيب فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل الواردة على الواتساب الخاص بقناة الرافدين. نبدأ من لدينا حقيقة هناك من يحاول إرسال مقاطع، هناك من يحاول إرسال صور لا نستطيع عرضها. سعد من السعودية يقول: عجزت هذه العصابات أن تكسر إرادة الشعب فعمدت إلى استخدام السلاح لقتل المتظاهرين، هذا دليل على أنهم يعملون لمصالحهم ولو على دماء الشعب، فتبين لهم فتبا لهم من عصابة مجرمة. في رسالة: السلام عليكم أستاذ محمد، مصطفى الكاظمي مجرد لعبة تستخدمها الميليشيات الموالية لإيران لتحقيق مبتغاها، وكل تصريحاته كاذبة وكانت تهدف لامتصاص غضب الثوار، لكن الثوار قالوا كلمتهم بإسقاط النظام وإرجاع العراق إلى أهله. محمد من الأنبار شكرا لك. في رسالة لدينا أبو عمار من السويد يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، الشعب العراقي يعرف أن رئيس الوزراء الكاظمي أحال عبد المهدي إلى التقاعد وصرف مكافأة لها 5 مليون دولار، والله أعلم. أخوكم أبو عمار. في رسالة لدينا، مرحبا أستاذ محمد، طبعا يقول أبو حاتم من الموصل بعد التحية: القوات الأمنية كافة بدون استثناء في العراق مجندة لصالح الاحتلال الأمريكي الإيراني ضد الشعب العراقي. في رسالة أحد المشاركين يقول: سيدي العزيز، الكاظمي أبد ما ينجح إذا ما يقلع الأحزاب مثل العامري اللي يقول عن إيراني، يقلعوه نعم، مو محبة بالشعب، مو يقول أنا إيراني، يعني يقول إنه ال عبد المهدي أو عفوا هادي العامري إيراني ويجب أن يتم خلعه أو قلعه. أحد المشاركين طبعا واللي يستمرون بمناشدة الناس اللي طببت ولدهم للسجن، يناشد الحكومة بالنظر إلى أحوال السجناء وعوائلهم ويضع إنقاذ السجناء المطلب الأول. هذه رسالة أيضا لمصطفى الكاظمي. في رسالة لدينا: أمنيتي تردون علي، أريد أوصل صوتي. طيب تفضلي إذا أو تفضل. الواتساب غير متاح للاتصال. أحد المشاركين يقول: ممكن أشارك بالبرنامج أتصل؟ الواتساب غير متاح للاتصال، أعتذر من الجميع. في رسالة: أخوكم أديب من فلسطين، مقتدى هو ركيزة إيران والصهيونية في مواجهة الشعب والوطن العراقي، شكرا لك يا أديب. وفي آخر الرسائل لدينا: السلام عليكم، مصطفى الكاظمي إذا من صدق يريد العالم تنتخبه وتوقف وياه، خلي يسمع وينفذ مطالب المتظاهرين ويطلع الأحزاب مقتدى الصدر وهادي العامري وغيرهم، والإفراج العام عن جميع المعتقلين مو بس المتظاهرين.
وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.